اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا الفريق هيصل مساء الليله او مساء اليوم الى بريتوريا او جوهانسبرج، ثم يستقل الحافله من جوهانسبرج الى بريتوريا للمبيت هناك والاستعداد لمواجهه سان داونز يوم السبت المقبل. كل التفاصيل المتعلقه برحله الاهلي وبقايا الاهلي في جنوب افريقيا لمده اسبوع كامل هنعرفها من خلال عمده المصريين في جنوب افريقيا، واللي انا تشرفت بلقائه منذ اكثر من حوالي 12 سنه. في كل رحلات الاهلي الافريقيه في جنوب افريقيا بيكون دايما في استقبالنا الاستاذ محمد سعد كبير الاهلاويه وعمده المصريين في جنوب افريقيا. استاذ محمد مساء الخير عليك ومنور شاشه قناه الاهلي. مساء النور يا محمد، ومنوره طبعا بجماهير الاهلي الاعزاء علينا. طيب عايز اطمن منك عن حاجات كتيره جدا قبل البعثه ما تصل الليله. اولا الاجواء والجو في جنوب افريقيا حاليا، بيتقال ان في امطار، هل الجو بارد؟ هل في رطوبه؟ يعني طبيعه الاجواء عندك في جنوب افريقيا دلوقتي. طبعا احنا دلوقتي عندنا عكس مصر، فاحنا عندنا دلوقتي الجو صيف، بس زي ما انت عارف اكيد جنوب افريقيا بتمتاز بالامطار في الصيف، فدرجات الحراره في خلال اليوم ممكن توصل ل 30 درجه مئويه، ومره واحده تلاقي الدنيا بتمطر. وامطار جنوب افريقيا معروفه انها امطار غزيره، تمام، وفي طبعا رطوبه موجوده، فالجو لغايه دلوقتي كويس، بس طبعا في ايام بتبقى درجات الحراره عاليه. طبعا زي ما انت عارف احنا عندنا المباراه الساعه 3 العصر، نتمنى ان اليوم ده يكون فيه الاجواء ما تبقاش درجه الحراره عاليه، علشان تتيح للعيبه يعني انها تلعب في اجواء ممتازه ان شاء الله باذن الله. طب هي درجه الحراره عاليه، ولكن الرطوبه هل برضو عاليه ولا الرطوبه مناسبه؟ لا الرطوبة مناسبة، الرطوبة مش عالية، لأن طبعا جنوب أفريقيا جوهانسبرج أو بريتوريا دي مناطق كلها ما فيهاش، مش قريبة من البحر، فطبعا الرطوبة فيها مش عالية، الأجواء مناسبة، بس أنت جوهانسبرج أو بريتوريا فيها الأكسجين قليل شوية، فده طبعا بيأثر شوية مع فرق ما بين الجو هنا والجو في مصر. بس إن شاء الله يعني زي ما أنت عارف الأهلي والفريق لعب هنا مرات عديده، وان شاء الله نقدر نخش في اجواء المباراه على تو وصولهم باذن الله ان شاء الله، والتمرينه بتاعت يوم الخميس باذن الله. طيب ما فيش حته في جنوب افريقيا الا ما يكون محمد سعد عارف كل تفصيله عنها، عشان كده حتى لما بنوصل جنوب افريقيا بيبقى حتى على المستوى الاداري جهاز الكوره بيبقى على تواصل معاك. انت شايف ايه الاختلاف في اقامه هذه المباراه على ملعب لوفتس بالمقارنه لما كان حتى سان داونز بيستضيف الاهلي على ملعب لوكاس موريبي في بريتوريا، او حتى لما انتقل ولعب في سوكر سيتي؟ الاختلاف ملعب لوفتس ايه اللي بيميزه، او الاختلاف اللي ممكن يكون مهم للاهلي في هذه المواجهه؟ انا عايز اقول لك يعني ده اختلاف ايجابي جدا لينا، تمام، لان طبعا ملعب لوكاس موريبا ده في عقر دار مشجعين سان داونز، والمنطقه كلها سكنيه، و زي ما انت اكيد شفت قبل كده من الاجواء وساعه المباراه قبل او بعد المباراه ما كنا بنلعب في لوكاس موريبا، كانت الدنيا شويه بتبقى في شويه قلق من دخول الملعب او الخروج من الملعب. انا شايف ان الاجواء ايجابيه جدا اللي احنا انتقلنا لملعب لوفتس. ملعب لوفتس ملعب يعتبر يعني في وسط المدينه على شارع رئيسي، سهل جدا تامينه، سهل الدخول والخروج من الملعب من غير اي مضايقات من الجمهور، ومتهيألي ده يعني عامل كويس لينا ان احنا نقدر نلعب على الملعب ده المباراه دي، لانها مباراه مهمه جدا جدا لينا. ما لعبناش عليه اكتر من 10 سنين يا محمد اعتقد. لا 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 ما لعبناش، كان المقرر المره الاخيره اللي احنا تواجهنا او اللي قبل الاخيره اللي تواجهنا فيها مع سان داونز، وبعد عدم كفاءه ملعب لوكاس موريبا بناء على الكاف، كان المقرر الانتقال اللي احنا نلعب في ملعب لوفتس، بس للاسف كان برضو ساعتها في ماتش رجبي، لان هي اللعبه الرياضيه الاولى في جنوب افريقيا زي ما انت عارف، فتم أكيد. انتقال المباراه لجوهانسبرغ، فدي اول مره نلعب عليه، وباذن الله ان شاء الله خير ونطلع منصورين باذن الله من الملعب. طيب اخر الاتصالات اللي تمت بينك وبين الكابتن سيد، اولا الفريق هيصل الليله الساعه كام؟ هيبقى في تنقل من جوهانسبرغ لبريتوريا، وبعد المباراه الاهلي موجود قاعد في جنوب افريقيا حوالي 4 ايام قبل السفر لجروه. طبعا اخر مكالمه او اتصال بيني وبين كابتن سيد لما وصلوا الحمد لله بالسلامه اسوان، كان كابتن سيد عبد الحفيظ بيتواصل معايا عشان التاكيد على بعض الاجراءات والترتيبات.
ان شاء الله هيوصلوا النهارده الساعه 11:50 12 ل 10 مساء في مطار اوار تامبو في جوهانسبرغ، وهيتم ان شاء الله الانتقال لفندق الاقامه، فندق شيراتون اللي احنا قعدنا فيه اكتر من مره ووجدنا فيه يعني الحمد لله الاقامه جيده والفريق واخد عليه، فده هيبقى برضو سبب كويس اللي احنا نقدر نخش في الاجواء على طول. طبعا عندنا بكره باذن الله يوم الخميس تمرين الساعه 4 عصرا، كابتن سيد عبد الحفيظ اكد عليها انها لازم تبتدي الساعه 4 عصرا، وبعد كده زي ما انت عارف ان الاهلي شبه المعسكر بتاعه استعدادا لمباراه القطن باذن الله هيكون متواجد لغايه السفر يوم الاربعاء 15 مارس ان شاء الله، وفي الفتره دي هيبقى فيه الترتيبات والاستعداد لمباراه القطن باذن الله ان شاء الله. اعتقد التدريبات هتكون على ملعب الجامعه زي كل مره، ملعب جامعه بريتوريا. بالظبط كده، التدريبات كلها كابتن سيد اكد انها هتبقى موجوده ومستمره على ملاعب تاكس جامعه بريتوريا، تمام؟ والملعب ده اتمرنا عليه اكتر من مره وذو جوده عاليه يعني، فانا تواصلت امبارح كنت موجود للتاكيد، والنهارده برضو كنت موجود للتاكيد على الملاعب، وان شاء الله احنا منتظرين الفريق وكل حاجه جاهزه للفريق، وباذن الله ان شاء الله يعني يعملوا اداء جيد. وبالمناسبه بحب اشكر برضو معالي السفير احمد الفضلي وسياده القنصل احمد شديد، لان طبعا التواصل مستمر معاهم لاتمام كل الاجراءات، وزي ما انا بقول برضو لو ينفع اشكر رجل المهام الصعبه الاستاذ حسام زكي المدير الاقليمي المصري للطيران، قام بدور كبير أكيد علشان خاطر برضو تصريحات الطياره الخاصه وصولها ورجوعها لمصر ان شاء الله سالمه، والوصول تاني اليوم 15 للانتقال للكاميرون باذن الله ان شاء الله. طيب عايزك تطمني كمان على الجاليه المصريه. الجاليه المصريه في العدد بتاعها بيتزايد في جنوب افريقيا، والتنسيق مع اداره سان داونز لحضور الجاليه المصريه في ظل ان كالعاده هي مش اول مره ان يوجش مدير نادي سان داونز يعلن فتح كل الملعب مجانا للجماهير بشرط ارتداء التيشيرت الاصفر لفريق سان داونز. طبعا طبعا زي ما انت تفضلت وقلت، السنه دي برضو منزلين وقايلين كفريق سان داونز دخول مجاني للمباراه بشرط ارتداء تيشيرت اصفر. احنا الحمد لله رب العالمين من خلال اتصالاتنا تواصلنا مع معظم الجاليه، وباذن الله ان شاء الله نقدر نامن لمعظم الجاليه المصريه التذاكر لحضور المباراه. وعشان برضه اكد بصراحه، الجاليه المصريه ما بتتاخرش ابدا ابدا على مسانده ومؤازره الاهلي في اي وقت هو موجود هنا. عايز اقول لك في ناس من الجاليه بيجوا اكثر من 1200 و1400 كيلو من كيب تاون علشان خاطر يحضروا المباراه، فان شاء الله نقدر نحشد بقدر الامكان اعضاء الجاليه المصريه لمسانده الاهلي ان شاء الله في المباراه المهمه جدا بالنسبه لنا ان شاء الله. هيدوكوا التذاكر مجانا ولا هيبقى بفلوس بقى ساعتها؟ لا، ما هو لغايه دلوقتي قال لك المعامله بالمثل، هيوصل لنا 200 تذكره من نادي سان داونز. تمام. بس طبعا يعني الجاليه المصريه ما بتتاخرش ابدا حتى لو بعد قضاء العدد التذاكر ده ان هم يشتروا تذاكر، حتى لو التذاكر بفلوس ما نتاخرش عشان وجودنا جنب الاهلي طبعا. استاذ محمد سعد انا بشكرك شكرا جزيلا، كبير الاهلاويه وعمده المصريين في جنوب افريقيا، دايما متواجد مع الاهلي في جنوب افريقيا وكل الاجراءات الاداريه. شكرا ليك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. كان لقاء مهم جدا قبل وصول فريق النادي الاهلي مساء اليوم الى جوهانسبرج عشان نعرف كل الجديد الخاص برحله الفريق خلال الساعات القادمه. نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نواصل مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند.